شبه جزيرة سيناء، المنطقة العازلة بين مصر وإسرائيل تتجدد الأخبار عنها، وهذه المرة من باب عديد قوة السلام الدولية فيها. إسرائيل أعلنت أنها ستناقش مع الولايات المتحدة تقريرا صحفيا تحدث عن احتمال خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في سيناء. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء. وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في مقابلة إذاعية أن القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة، ولأجل ذلك سيتم مناقشة الأمر مع واشنطن. عام 1978 صنع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أول اتفاق تاريخي بين دولة عربية وإسرائيل مع توقيع معاهدة كامب ديفيد بين الرئيس أنور السادات ونظيره الإسرائيلي مناحم بيغن. وبموجب اتفاقية السلام انسحب الجيش الإسرائيلي من سيناء وشكلت القوات المتعددة الجنسيات لتقليص خطر اشتباك عسكري بين إسرائيل ومصر. تضم القوة نحو 1100 عسكري من 13 دولة، بينهم أكثر من 450 أمريكياً. ورغم القيود في سيناء، إلا أن إسرائيل وافقت قبل سنوات زيادة سلاح القوة المصرية في شبه جزيرة سيناء كي يتسنى للقاهرة تنفيذ حملات على المتطرفين المنتشرين في مناطق صحراوية قاسية.